أصحابي سنت اللي سيي بسم الله يري أن وحبك النقمين أصحابي أيها دورشة دي يجوه الرئيسي يقف يعض هيد اسمه لان ولي بمدحته يده يقف يعض هيد قرما يدال آية دوي القرآن ككريم كا وآيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وضيال ملك السيء قرك استوى شوكتامبا كسور دوادا برامش كيني سؤال سابتي dawadayaal alaaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanay su'aalaha diiniga dhaqanka iyo waliba taariikhda oo aanu isleenahay bulshada Soomaaliyeed faa'iido ayo yahay waan dhawaad baan dhawaad tifiina wa salaam abdul qani salaam alaykum abdul qani yow mar labaad baan ku soo dhaweynaya waxaan loo sheegi doontaa een sanadkii loo yaqaanay xornimada afrika sanadkii ayo afrika mise Soomaaliland afrika afrika walaal walaal ma garanayo qof waliba inuu wuxuu garanayo ka warama waana ما دي جرب تدري؟ أكو بدلي يعني. بعشق دون تاول الكيو. أصحابي جي أنت سنتا وأنت الله وجود دري بسم الله يدي. ده تنا وحكون نقني. أصحابي جي أيوه ها. وها روس أحمد سلمان. روس. آه. إنه روس أبان مالنا. أدبك هذا مهدي. إن شاء الله. أكو ده هاي. مقاعد ناصر بس إبراهيم. ناصر. إن كرونكا دي أردها عقال إنترناشنال. يعني تاريخ ذي لدسي قرما إيه تاريخ ذي لدسي قال إنترناشنال إيربوت ما هي لكن هدي أن قياسه وحان سليو حال دسي إن لابد يكون 1991 ها أيالا أس أسي ها سان سلي مي دبي صحابين تي لغو سمي إيربوت ماي تام هاي. أكون هاد علينا يا ولد ما قاعد هو صالح مادي إبراهيم. صالح. سواش أنك وديني وحاي تاي دورشدي يقول رئيس يقفي عتك هاي اسمه اللي لانك قب صوتي دورشدي ما دحوينها قر ما يودع. قر ما هاي. قر ما يلا قفتي. وحا لقفتي. دورشدي يقول رئيس. يقفي عتك هاي شغل دحوينها عن يا والله كرم هاي فيوتشر كم حد ان هدي لو نقو لي هذا وح نقو حد نقلان لهي دينا تعلان لهي دينا نقط فيوتشر كم وحن وحن نقول له يعني كان عصدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاد دور وش رواه برمش كذا ما قاعد يقنا ولا حبيب سهيب سليمان سهيب سليمان هو صدح محمى هذا حرف كعك بلامه النوش صدح حرفهم حق بلامه اه حيا عاقب لاما الله يكرم بعد هاي كذا هدي عنك وده هذا يعني مستقبلك ما حدش علان الله يدينا النقطة مستقبلك هدي على تلعبه ما حدش علان لي إيه النقطة رجلي شيء بنا نقول له مستقبلك هدي أنا نقطة علان إحنا نقول آه وحنا نقول له رجلي ربنا نقول له بنقول هو جميل يا aa leadership baan noqon laba kulli aa ayada ugu yar quraanka kariimka waayad waxa weeyaan ayada ugu laay taa kuma jawaabi karo maad cilinaya walaalad baan ka galay walwad mahsantahay waan ku dhawaa magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi marka wad mahsantahay su'aashana weydiin kara aniguna walaal adayaa ku soo dhaweynaya waxa ino sheegi doonta ciqaal international airport markii ugu horeysay ee yacni hila dhiso goor ma ayay ahay ciqaal international airport أقول إنترنشنال أير بودورة على سؤال بس هي السمر كله يا جنا والله يا أذك مركز سؤال شيء سؤال على والله ويجير فكت سؤال شيء يير بدل إن شاء الله مو بدل يا ولال سؤال شكله ينكو يديني وحاي تاي أصحابي جي أنت عنتد اللي سينك قال كي وعنتد السيء يري بسم الله يعني عنتد السنتة هاي ده وحبكم النقل أصحابي جي أيوها حاجة عذر دار كابن سكوب ضن يوم لا ما حاجة دين تنسكم في يعني ما إن شاء الله لكن والله تانا والله ما عذر دارنا ولال كي وبرامش كان سدي أيه دو ركتها haa horey ma u daawatay bisudu walaalkay walwad mahsantahay saab tv waan ku xiranahay su'aalo badan oo horay waliga weydiyay aadna waan wax xiran waan daawada een aadna waan soo dhaweynayaa wallahi aad buu fiican ma sha Allah askariya aniga askariya cabdaadan cabdi waan ku dhawahay barnaamijka galab la mid ah walaal walaalkay askariya anigu mar labaad ayaan ku soo dhaweynayaa su'aashaan askariya uu ku weydiinayo waxa ay tahay waxa sheeg doontaa walaalo waxa sheeg doontaa aayada ugu yar quraanka kariimka waa aayada أيد أبوي القرآن الكريم كا وإن عظيم.
سواشك لي أكو يدينا يوحى أيتهاي سنة كلو يقانا سنة كي أفريقيا أبا سنة كي قاتين حرني بدو جوب بدن قارد أفريقيا لقاتي وسنة كي كل شغال بقول كوبي الحين كي كوبي الحين كي سنة كلا سنة كي تقول اسمي وكسواشك سلوي ميا يا أنا سكت ده إحنا قاعدين سأكون سأل بقول سدحين إحنا كلنا. وأكون بدل دونا إن شاء الله تعالى سؤال شكلي أنا كون بدل يورا الكو وحايتها وحشيك دونتا. إن إقال إنترناشنال إيربود مركي وجوه الرئيسية لدسي غور معايا هاي. تاريخ دمياط. ما أفكرنا يا ولا أعرف بربران هاي. هاي سؤالهن سابتي في ولالكي هراي ما ود دعوتي أدي أدعوتي ولا له سدى أيه كولم بغدا حصل هذا هي بشد ويك فائدة سه بشد درتي إن سؤالها إلا سودي أوي في عن الوقت ما قاعد يقوى حوي عبد الساق السعيد الساق برانش كان هراي ما ود دعوتي ها سدى أيه كولم بغدا ولا له برانش فائدة اللي وعي وبرشد فائدة ولا وعي ويا مركي جو الرئيسي الدورشة دي قفية عضا هيد مدحوينها لغو دورت مدحوينه هي جوه رية لغو دورتي دور شقة في عضة جور معايا هي السنة كي سنة تيبا تعم قرن تاي بدي تعو كوب بدل عصام آية دوي القرآن ككريم كا وآية دي ثم النظر مدرسة بقى شفتها وهذا قدا وضيال ولا الكي يا قرتي آية دا وغير قرآن كريم كا وثم النظرة سورة المدثرة يكترتا وحوية آيادة كوبية اللباتنادة وضيال ويان آيادة قرآن كوغير ونقوم مهدي علينا يا ولالكي أدبان كاقم هذا هذا مضمونا مقا عايق ولا وحلا دي عدفتاح فارح سمعين عدفتاح ولالو مرلا بضايا كسير دوين ايا سؤالها ولالو هرين مهود داوتي سداع يكو رمو ده هداد داوتي محاد سليد هاي كفا بشردوي كفا ايديسا ولا هرتوان داودين كستود ده أنا كحرنا ما هرتود ده برابر شدس كاستعماله أنت بدنا وان داودا ده هدي سؤال لو ودي بالشدة أنا ده واحد عقام بدنا ويكردين إسا واحد بدنا ويتريسا سؤال شو أنا كويدين يو حايت هاي السحاب جي سنت اللي بسم الله يدي يعني وحبك النقنين السحاب جي أيوة سؤال شهاد ناس كده وح عمر بن الخطاب أي لا هدي أنا كورا هذا ما تفرصة ده أنا كسيي حتى إعلان هاي نين دا أيربات هاي مستقبلك إن هذا محي نقطة أيات إعلان لا إن مستقبلك نقطة أنا مستقبلك محي نقطة بعد يعني مستقبلك وحنا والله إن محاك وش شيء دين تي سيدة كيسة هرمريا أقول سيدي عبد الرحمن سعيدو دورش هذه قفي عضة هاي إما الحوينا لو قد دورته قر ما يي دعدي يسمار لا عند هذا لذو ذكني لبيلات لذو ذكني لباتنك لذو ذكني لباتنك آه أي دعدي آه وكم عاد علينا يا عمر وانا كفر حسن هاي برنامجك وصلاح انا كنا عمر وانا كفر حسن هاي ان اتقلبت ايتي مدد وسؤال دقره تاريخ يولي بالدين ان شاء الله تعالى انا واحد كغرتيد مبينو كجواب دونا سؤالشان كويدين يا عمر وحيت هاي دورشدي يغو هريس قف يا عده هاي اي مدحوينه لو دورتو سومالي لان غورما اي كدحد waxay ka dhacday 1900 koob قف يعود هاي العديني وهاي كله على اللي بدي يكون يمحو هاي الصدح دي ها كوي هرا واحد هاي كوي هرا واحد هاي محو هاي أضيع الباء سو محو هاي ها ما ملعي ها تيجو هريسي ها ها waxay ka dhacday baan u maleynaya ti Cabdiraxmaan ah gaas ku wuxuu ahaa ti Cabdiraxmaan buu hayo dadku 1990 kibe iyo taas ha 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 Cabdiraxmaan Axmed Cali wuxuu mahad celinaya walaal aad baan ka adan magacaygu waxa la leeyahay Ibrahim Xasan markii ugu horeysay ee ciyaal international la dhagax dhigo abadi dismihiisa la bilaabo goorma ayay ahayd noolay taam karnay way goorreen magacaygu waa Amin Jaato Xire waxaan ku dhawayd sabti fi aadama stola Amin walaal anaguna mar labaad ayaan ku soo dhaweynayaa su'aalahan waa su'aalo diiniya aqana iyo waliba taariikh
شاشان كويدين وحايتا ورالكي امين اصحابي سنت اللي سيي بسم الله يريان وحبكو نقنن اصحابي ايوها بسم الله شو 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 بتا داسكو دي وحرم علينا يا انوها خالد بن ولي خالد بو اه ان داو ضيال اصحابي سنت اللي سيي يري بسم الله ايان وحبكو نقنن وحاوها خالد بن وليد walaalkay ayaa gartay su'aalaha ay aan hore ugu sii wadi doonaa walaalkay waxaan weydiin doonaa insha Allahu ta'ala mustaqbalka muxuu jiclaan lahaa inuu aamin noqdo aamin yar noqdo adoon asantay siyaasha walaalaha taa isku dayo aanbaan fikirkayga maanta sidoo bal maanta mustaqbalka waxaan noqon lahayd anuu wax iska noqon lahayn ganacsada maxaad si leedahay ganacsatadan imika malqabeenada Soomaalida waad kaga duwanaan lahayd iyo waxa baldu dakhriyay in Somali qof qura to Somali billionaire la wayay wax saa iskool ka xidhi doorta insha ha maldu wax la raadiyay leey qof Somali billionaire waa difinaad in qof Somali billionaire no sahla arwa asleeb iskool ka xidho qof kugu horree Somali billionaire noqo magacaygu waa Sharmarka Maxamed Sharmarka doorashadii ugu horeysay ee qof iyo cod ahayd ee Somaliland ee waliba madaxtooyada أقف في عضة هاي جور ما يدعي حل ما يهاي شو هالشاء والله هتان سكوت أيوة حيران الساعة هذا أقف في عضة هاي بذحويني ده بذحويني أنا كوري يوسف حي كوري خاص مركو يستوي هتان فيها هتان سكوت أيوة ده لكن أما كسر تسير أيوة أيا درس دي جوه رسي أقف في عضة هاي ده سمالي لان كدعي آه تسير أيوة السلام عليكم مصطفى عبد الرحمن من كودوي في سال مصطفى دورشدي هو الرئيسي يقف في عضة هيد يسمع لي لان كدعه ده غور ما يدعه تي تي هو الرئيسي يقف في عضة هيد مدحورين لو قدوه ايه نحن كره دي سيري تي سيري هاي سانسليانو ساب تي فان كودو هاي قلبون اكشن حاند الله هاي أقول له والله ما قاعد يقول عبد الرحمن وقت عبد الرحمن doorashadii ugu horeysay ee qofii cod ahayd ee Soomaaliland ka dhacda ee madaxweyne lagu doorto doorashadii bay ahayd inaad er wallahi taa doorashada ma garanayo su'aasha kale aan ku weydiinayo waxa ay tahay walaalo riwaayadii loo oran jiray shabeel noogood abwaankii ayaa sameeyay walaal malaha daraawi ba sameeyaan walaalay ha barnaamijkan horeyna walaalkay wada gala qayb qaadatay waxaad is leedahay barnaamijkan waa laga faa'iideynayaa horta kullay barnaamij la soo diyaariyo oo isku soo hawlay dadku inta badan wax bay su'aalaha dhaqanka diiniga ayu nooc day waxyaalo badan oo la weydiiyo dadka waa laga faa'iida anigu barnaamijka aad baan ugu xidhay Sab TV waxyaalo badan waa ka faa'iid marka waa barnaamij aad qurux badan waxaan leeyahay halka ka sii wada riwaayadii shabeel naagood loo oranayay caanka ahayd abwaankii ayaa sameeyay hadda isku day waxa la tahay abwaan salaadaan waan ku bedeli doonaa markii ugu horeysay ee Ciqaal International Airport la dhaax dhigo amba la dhiso goor ma ayay ahayd sanadkii taariikhda I think waxa uu maleynayaa 1960 ba shukuur xariir baa u dhawaa shukuur way hay doorashadii ugu horeysay qof iyo cod ahayd ee madaxweyne lagu doorto Soomaaliland goor ma ayay dhacday doorashadii ugu horeysay qof iyo cod ahayd maxay isleeyahay dhaqankee ayaa wanaagsan maxay ku kala duwan yihiin walaal waxa weeyaan ay ku kala gidisay inde way kala gidisnaayaad baan ay u kala duwan labada mid waliba wuxuu wataa waqtigiisa laakiin de ki horon baan aniga ila de wanaagsanaa walaal wuxuu ku wanaagsanaa walaal dadku ma ay reer Yurub kuma xidhnayn mobil weyna kuma xidhnayn dad waxaan iska hadal yar wixii ilaahay ay weydiistaana ka hela ayay ahaayeen walaal xoola dhaqatayno badnayn marka uu iska dambi yaray walaal kana dee wuxuu nala galay Yurub buu nala galay dhalinyaradii ma xuma laakiin dee Yurub bay ilaalinayaan oo dee dhaqan ama dumar waxyaabaha dugu
دقق منفعي آد مو فيعني وكجونا كسين حقة كون ده مو فيعن أرساق أرساق بدنها سنة كيو بدنا يا قاردة أفريقيا حر نمد للسيئي يعني أنت بدن أفريقيا ولا جوميستو 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 إنجليز كي وده ما بدن بجوميستي يعني سنة كيو بدنا يا حر نمد للسيئي قاردة أفريقيا سنة كي أفريقيا لو يقانو سنة كي بوها وادي بدلت هاولا ما قرنا دورشة دي يقول رسالة القف يعود هاي دي سومالي لان كدعة قور ما يدعة اي ولي بمدحوينة لغو دورت لا بدي كمبا فليا لا بدي كمبا يوكا سياشة يقول الرئيسة يعني كويديني وحا اي تاي مركو يقول الرئيسة ايربوتك عقال انترناشلا لديسو قور ما يهي تاريخ قور ما يهي رسالة ملي قويدي مانا مقشر ماشي تاي بدا doorashadii qof iyo cod ahayd ee ugu horeeyay Soomaaliland ka dhacda ee madaxweynaha laga doorto lagu doorto tiibay ahayd waxa ay ahayd 2002 doorashadii daah riyaal ka ah daah riyaal ka ah ha 2002 ha ku maad celinaya walaal aad baa kugu maad celinaya ay walaashin magacaygu Amin weeyaan wandhiwe waa walaalkay Amin su'aalahan waa su'aal jilicsan adagna su'aashan ku weydiinay waxa ay tahay saddex maahmaahood oo xarafka ca ka bilaama inoo sheeg ستحنا ما حرف كع يبدأ نوندو هاي ولا علوم قاعي سيدي أيوه كولم وغدا محد سلا هاي ولا شيء خطراي وعد كفى أيدي وحن كفى أيدي ولا علو كنتي وحبضنا إجا قرصونا يوم معركتي آنن وتاريخه آنن ده وقت يدي أي دعي آنن شوين أما بعنا نشري وقت يدا قار مركا واحد بدون أن كفى يدي يو أنا نيجون شوين أما أن دلهم بآن هذانا دعي شري يو أن هذانا محي هذا ما أنت قرنا يو أنا سك كفى يدي بشري شو أشياء كودينة ولا شيء خطر أي واحد هاي تهاي دور شو دي وجه الرئيس يوقف في عضة هاي مدحوين السماري لا لقو دور تو قرما يدعى waxay dhacday 2000 iyo 2000 waana doorashadii lagu doortay daahir riyaale kaahin sidaas ay ahayd walaalo doorashadaas doorashada bishii May baa lagu doortay daahir riyaale kaahin waa runta laakiin xilliga ma yahayn walaashay haddii su'aashan la garan waayo khatar ay xagga dambe ayaan walaashay ka sheegi doonaa insha Allah maxaad oran lahayd hadii aan fursad baa maanta heshay adoo daawan jiray barnaamijka ayaad igala soo qayb gashay maxaad oran lahayd dadweynaha Soomaaliyeed ee daafaha dunida inkastoo ayna wajigaaga la arkay in hadana codkaagii ayaa gaadhaya maxaad oran lahayd walaal waxaan oran lahaa bismillaah horta waxaan dee oran lahaa uu dadweynaha muslimiinta amaba Soomaalidu dee waxa ay ku caan baxday ay ku nooshahay islaamnimo iyo nabad markaas waxaan oran lahaa inaynu xoojino islaamnimada iyo nabadda iyo nolosha iyo walaaltinimada iyo wanaagga Soomaalidu ay hidaha u leedahay intaas aan anigu oran lahaa waxaan kala oran lahaa in qurshuf qaar shufka jira iyo waxyaabaha yaryar ee Soomaalida soo kala gaadhgaadhaya maadaaba dad isku diira oo isku diina oo isku dalo oo isku dada yihiin oo aan kala maarmaynin in ay waxyaabaha yaryar ee jira anigu waliba iska garan karo ay dhameeyaan taariikhdii Soomaali lahaydna dib loo soo celiyo ilaahayna laga cabsado waxyaabaha badan ee qaladka ahay naga dhacayana dib loo saxo maadaama aynu nahay dad islaama oo ilaahay ka dambeeyo oo qof walba il yar la gelinayo ninna nin waxba loo weydiinayn taas aan anagu odhan lahaa runtii waxaan ku leeyahay dhaqankii miyiga iyo dhaqankan iminka jooga waxay ku kala duwan yihiin walaal ismidhiba horta dhibbadi dadka oo dhan wax ka soo jeedaan miyiga walaal aniga haatay kewde xagga miyiga marka la joogo damaanadii xoolaha wax ku wadi maalanaysa raacanaysa magaranaysa habiinka toohidaysa wadlasanaysa cabbisa dirgisa wadirgisa ciyaar gudba tagaysa meel ciyaar jaanta laga tumayo ayaa tagaysa waa soo xaraabisanaysa hadana waa soo noqotaa ka seexanaysa kayri innaa ilaa wallahi nolosha miyigu waa waxay waa lagama shakiyeen halkana wax laga rabaa masruuf iyo hunguur iyo wax guuri qof aad shaqaysay qof aad xumaabaad ka shaqaysato weeyaan waxaad sheegi doontaa doorashadii ugu horeysay qof iyo cod ahayd ee Soomaaliland ka dhacda socodii ayuu qof ha ee madaxweyne lagu doortay madaxweyne lagu doortay doorashadii ma ahayd waxa daahir yale marka daahir yale hado
ساس حسستا أرت عقاب بدل تالان وحرستا سد حدي أفرت ملا ساعة لبدك من سد حدي يلا لبدك من يا أفرتي كيودي نيو لبدك من أفرت كده أكو ما أدعرينا يا ولال دور الشدي يقول الرئيسي قفي عضا هيد سومالي لان كندا مدحوين لو دورتو قفي عضا هيد دور الشدي باي هيد دورشدي قهر ريسي. يا قفي عضا هيد. يا مدحوينا لو قدرت سومالي لان. سؤال شيء قبل الدور. أبوان كسمير وادي عن سمير دا وضيال. الله هو نحرست أبوان كاسي وحوها. أبوان حسن شيخ مؤمن. مركي قهر ريسي دا وضيال. عقال انترناشنال ايربوت لديسة. أم بلا دحل حقا وحايا هيد. سنة دي كوريا السقال بقول. يا فريا كونتنكي. ايا عقال انترناشنال لدقا حدقاي. أم بمركي قهر ريسي لديسة. dowladda ingiriiska daawadayaal ayaa dhistay ciqaal international doorashadii ugu horeysay qofii codahayd ee daawadayaal madaxweynaha lagu doortana waxay ahayd doorashadii 2003 daawadayaan madaxweynaheenni hore ee daahir riyala kaahin lagu doortay bishii may daawadayaal ayaa lagu doortay sanadii loo yaqaan sanadkii afrika amba wadamada ugu badan ee daawadayaal qaarada afrikaana madax barnaamijka la siiyay daawadayaal waxa ay ahayd sanadii 1906kii waa saddexdii maahmaahoodii daawadayaal xarafka ka bilaama calooladay waa ciidamada anaanka yaab reer madda jiso carabiya ilka ayaa isugu dhawo way isqaniinaan barnaamijka daawadayaal waxay idin la socodsiinaysay anigoo nuura dhanka kamaradda daawadayaal quruxda badan waxay noo daadihinayay abaas sanco aniga iyo dhamaan bahda saab tv oo dhan waxaan idin kaga tagayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telecom mahmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121